نتجدد بكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة متجددة من البرنامج الأسبوعي نقطة على السطر. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، فأحياكم الله أحبتي المشاهدين والمتابعين أينما كنتم في كل مكان. مشاهدين الكرام، كما تعودنا في كل حلقة من هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفا نتحاور ونتناقش معه بأهم وأبرز الأمور والقضايا التي تهم أبناء الشعب العراقي عامة وأبناء محافظة صلاح الدين على وجه الخصوص. فيسعدنا بأن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمود جاسم الحشماوي، معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الإدارية. فأهلا وسهلا بك أستاذ. يا مرحبا، أنت اليوم ضيفا عزيزا علينا في قناة صلاح الدين الفضائية وبرنامج نقطة على السطر، فحياك الله من جديد أستاذ محمود. أنت اليوم كرئيس وحدة إدارية مهمة وهي معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الإدارية، بداية كيف تصف لنا اليوم الوضع العام في أغذية ونواحي محافظة صلاح الدين من الجوانب الخدمية، الجوانب الإدارية، الصحية وما شابه ذلك؟ تفضل أستاذ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في بداية كلامي أشكر قناة صلاح الدين الفضائية، والشكر موصول لجميع العاملين وحضرتك أستاذ أحمد. تحياتي لك. بخصوص محافظة صلاح الدين، إحنا نعتقد ومن قناعة راسخة ومن خلال تجربتنا الميدانية على أرض الواقع مع السيد المحافظ و السيد رئيس كتلة المحور الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري، نعتقد الآن صلاح الدين يعني مشت إلى بر الأمان. الوضع الخدمي بتحسن كامل من شمال المحافظة إلى جنوب المحافظة، والجميع يعلم أن حكومة محافظة صلاح الدين جادة بعودة نازحين محافظة صلاح الدين وتوفير الخدمات. كذلك الوضع الأمني يعني بدأ يستقر، وأكو مناطق الوضع الأمني وصل بها إلى أكثر من 99% الوضع الأمني مستقر، وهذا ينعكس إيجابا على توفير الخدمات في الفترة المقبلة إن شاء الله. شنو العوامل اللي ساعدت أستاذ محمود على تحقيق كل هذه العوامل الإيجابية اللي كان يصبو إليها أو يطمح أن يصل إليها المواطن، والحمد لله اليوم تحققت على أرض الواقع في محافظة صلاح الدين، من توفير الأمان، من نهضة عمرانية، من توفير الخدمات رغم قلة الإمكانيات والتخصيصات المالية؟ شنو هالعوامل اللي ساعدت على تحسن هذا الوضع؟ احنا الجميع يعلم ان محافظة صلاح الدين تعرضت الى هجمة شرسة من قبل عصابات داعش الإرهابية. نعم. ونزح يعني اكثر من نصف سكان محافظة صلاح الدين خارج محافظة صلاح الدين. طيب. والحمد لله تم إعادة ما يقارب اكثر من 90% من نازحين محافظة صلاح الدين. نجاح الوضع في صلاح الدين يعود إلى استقرار حكومة محافظة صلاح الدين حقيقة، بعد الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري كان هو محافظ صلاح الدين السابق لرئيس كتلة المحور. نعم. بعد عدم مجلس السيد المحافظ الدكتور عمار جبر قدر يتواصل مع كافة مختلف القوى السياسية ومختلف الجهات الحكومية في داخل محافظة صلاح الدين وخارجها، كذلك طرق باب كل الوزارات الخدمية والغير الخدمية، وهذا انعكس إيجابا، وإن شاء الله هناك يعني خطوات قادمة سوف تنعكس أكثر إيجابية على كل مناطق صلاح الدين. هذا الفضل يعود إلى مدى التوافق الذي حدث في محافظة صلاح الدين ما بين يعني أقطاب محافظة صلاح الدين، ما بين حكومة صلاح الدين التنفيذية وحكومة التشريعية، والفضل يعود إلى الدكتور عمار جبر ولا السيد رئيس كتلة المحور الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري. طيب. وإن شاء الله في قادم الأيام هناك مشاريع استراتيجية سوف تنفذ داخل ومناطق صلاح الدين المدن والقرى وكذلك. طيب. الأرياف. شنو نوع هذه المشاريع أستاذ محمود؟ على أي قطاع؟ صحي، خدمي، أمني، بلدي بالضبط، حتى تكتمل الصورة لدى المواطن اليوم؟ أستاذ أحمد، الموضوع الخدمي على مختلف الأصعدة. طيب. على سواء على المختلف الصعيد الصحي، الدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين متواصل مع وزارة الصحة. زين. وهناك خطة يعني لإنشاء مستشفى في قضاء الدجيل. طيب. وكذلك مستشفى في قضاء بلد إضافي. كذلك نكنية لإنشاء مستشفى أيضا في قضاء الدور، وهناك أيضا إعادة ترميم وتأهيل مستشفى يعني تكريت التعليمي. نعم. وخصوص المراكز الصحية في عموم محافظة صلاح الدين هناك عندنا مراكز صحية يمكن ما يقرب أكثر من 10 مراكز صحية رئيسية سوف يتم تنفيذها منها يعني في ناحية يثرب وفي البيجي وفي الشرقاط، وكذلك في الجانب البلدي أيضا حكومة محافظة صلاح الدين. هذه كانت متوقفة على الموازنة أستاذ محمود، واليوم الموازنة موجودة وانقرت، فنقدر نقول يعني نحدد موقت أو وقت بالتحديد على ما نقدر نشتغل على هذه المشاريع حتى يصير بشرة للمواطن في محافظة صلاح الدين. أستاذ أحمد، العمل مستمر، هو يعني إحنا مستشفى الدجيل العمل مستمر، والسيد المحافظ قام بزيارات يعني ميدانية إلى مكان
العمل. كذلك مستشفى تكريت التعليمي وين مستشفى تكريت ايضا العمل بادئ سوف يبدا به ان شاء الله يعني بمراحله الاولى لاجل اعاده تاهيل مستشفى تكريت التعليمي والذي يعتبر يعني صرح يعني حضاري في داخل محافظه صلاح الدين. كذلك تنفيذ المراكز الصحيه الرئيسيه التي هي سوف تكون في مختلف الوحدات والاقضيه والنواحي ايضا العمل يعني بدا بها، وهذا يعني مكوس على موجود على ارض الواقع. جيد استاذ محمود، كل عمل اداري اليوم ناجح اكيد تواجه بعض الصعوبات بالتأكيد. بعض المعوقات العقبات امام هذا العمل، فشنو الصعوبات والمعوقات اللي قاعد تواجهكم حقيقه بمهام عملكم الاداريه على صعيد محافظه صلاح الدين؟ اكو تعاون بينكم اليوم وبين حكومه المركز؟ اكو عندكم تخصيصات ماليه تكفيكم على مود تشتغلون على هذه المشاريع الحيويه اللي تخدم المواطن؟ حدثني اكثر استاذ احمد بخصوص التنسيق والعمل الاداري في داخل محافظه صلاح الدين. انا بصفتي معاون محافظ للشؤون الاداريه يعني النشاط عملي يتعلق بالجانب الاداري يعني اللي يتعلق بالبريد اليومي من لجان تحقيقية، كذلك من لجان تتعلق بالمصادقات على العقود معامل الحص والرمل والجص في عموم محافظة صلاح الدين، كذلك متابعة التزام الموظفين بالدوام الرسمي. توجد بعض المعوقات ما بين حكومة محافظة صلاح الدين والمركز تتعلق تحديدا بقلة التخصيصات المالية. يعني الجميع يعلم لا توجد تخصيصات مالية كافية تستطيع حكومة محافظة. بس انتم طالبتوا بزيادة التخصيصات المالية؟ احنا طالبنا بزيادة خلال الفترة السابقة، وكانت هناك لقاءات ما بين حكومة محافظة صلاح الدين متمثلة بالسيد المحافظ والدكتور احمد عبد الله الجبوري، والتقى ايضا بوكيل وزارة المالية وكذلك بوزير المالية دكتور فؤاد حسين وبمجلس الوزراء. وان شاء الله تأمل عن قريب تنطلق بعض التخصيصات المالية من اجل يعني رفض محافظة صلاح الدين واستكمال المشاريع الخدمية فيها. حجم التعاون بينكم وبين حكومة المركز ايش قد بالمية استاذ؟ والله نعتبره يعني جيد جدا، يعني ماكو تقاطعات ما بين حكومة المحافظة والحكومة الاتحادية. الوضع في 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 ناحية يثرب اليوم وعزيز بلد والحويجة وكل هذه هي ضمن قاطع مسؤوليتكم استاذ محمود، كيف تصف لنا، كيف تستقرأ الوضع العام في هذه النواحي وهذه المناطق الحساسة حقيقة من جميع الجهات وجميع القطاعات وجميع، كيف تستغرق هذا الموضوع؟ حقيقة يموض من مسؤولياتنا، أنا معاون محافظ لكل صلاح الدين من الشرقات إلى الدجية، لكن أنا باعتباري من تلك المناطق هذا المقصود من السؤال. في جنوب محافظة صلاح الدين وعملت فترة سابقة مستشار للمحافظ الشؤون النازحين وحاليا معاون محافظ. حقيقة الوضع بدأ يستقر بشكل إيجابي في جنوب محافظة صلاح الدين، مناطق يثرب كذلك مناطق عزيز بلد، مناطق يعني سيد غريب، الدجيل، الحويجة، حويجة، ضروعية، بدأ الوضع يستقر وتعود المياه إلى مجاريها. الوضع بدأ يستقر وهذا الفضل يعود إلى حكمة وحنكة قيادة حكومة محافظة صلاح الدين متمثل بالسيد المحافظ ورئيس كتلة البحر الدكتور أحمد عبد العبد الجبوري، والتنسيق مع قيادات الحشد الموجودة في القاطع ومع قيادة عمليات سامرة، وهذا بدأ ينعكس إيجابا على عودة النازحين، على توفير الخدمات. وإن شاء الله الوضع مستمر بنحو إعادة ما تبقى من النازحين وتوفير الخدمات المناسبة لهم. طيب أستاذ محمود، تقلت أنا من مناطق يثرب وهي كلها مناطق محافظة صلاح الدين، هذه المناطق اليوم شو تعاني؟ يثرب، عزيز بلد، الحويجة، شنو الملفات، شنو المواضيع اللي تنقص هذه النواحي وهذه المناطق واللي يحتاجها اليوم المواطن؟ أستاذ أحمد، إحنا يعني على عموم بصراحة في عموم محافظة صلاح الدين وبالتحديد يعني جنوب المحافظة الوضع يعاني من نقص في بعض الخدمات المناسبة. يعني احنا عملنا المستحيل من اجل اعادة التيار الكهربائي واعادة القطاع الصحي الى وضع الطبيعي والقطاع التربوي، لكن لا يمكن ان نكون يعني يكون صورة وردية على الوضع العام. ما زالت بعض المناطق يعني اكيد اكو تحسن، نقص في الخدمات، اكو تحسن. نسبة ايش قد التحسن هذا استاذ؟ نسبة التحسن احنا مقارنة مع العام السابق، خلينا نقول احنا في يثرب عبرنا مرحلة 80% من توفير الخدمات المناسبة. يعني في مختلف المجالات، القطاع الصحي، القطاع التربوي، البلدي، يعني الدوائر تم اعادتها، وهذا الشيء ما اجى من اعتراض، اجى من يعني جهد كبير بذلته حكومة المحافظة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية. اكو نوع من التعاون بينكم بين المواطن، بين المواطن وبينكم انتم كإدارة وكحكومة محلية حقيقة؟ استاذ احمد، حقيقه نحن جزء من المواطن، والمواطن هو جزء من حكومه محافظه صلاح الدين. واحنا ابواب المحافظه مفتوحه امام جميع مواطنين محافظه صلاح الدين. وكل حكومه صلاح الدين سواء يعني التشريعيه والتنفيذيه جاده بتوفير الخدمات لكل ابناء محافظه صلاح الدين. وهناك تواصل مستمر مع يعني اهالي مناطق صلاح الدين، وهناك تنسيق وعمل وخطط توضع بشكل دوري ويتم تنفيذها ايضا بشكل
دوري وتدريجي إلى أن نوصل إلى مرحلة جيد. كلام جميل. صار عندنا تصور على واقع الخدمات والقطاعات الخدمية الصحية في عموم أرضية ونواحي المحافظة. نيجي على موضوع مهم وهو موضوع النازحين. يعني هذا الموضوع يعني أصبح موضوع عقيم حقيقة إلى بداية ولحد الآن ليس له نهاية. موضوع النازحين ومخيمات النازحين في ناحية ثريب وعزيز بلد والحويجة وما شابه ذلك، كم عدد النازحين اللي لم يعودوا إلى ديارهم حتى هذه اللحظة؟ أستاذ أحمد، العدد الكلي أنا يعني لا أحظى بإحصائية يعني مطلقة، إحصائية وزارة الهجرة والمهجرين، لكن ما تبقى من مناطق جنوب محافظة صلاح الدين يمكن تشخيصها بشكل واضح. نحن في ملفات يثرب استكملنا كافة مناطق يثرب بشكل يعني كامل. طيب. وكان هناك تنسيق ما بين حكومة المحافظة وهيئة الحشد الشعبي عصائب أهل الحاق، وكذلك مع قيادة عمليات سامرة وديوان الوقف السني، والحمد لله نجحت حكومة المحافظة بتحقيق المصالح العشائرية في ناحية يثرب ما بين عشيرة المزاريع وعشيرة بني سعد وما بين طيب. عشيرة الوحشمة وعشيرة البفدعوس، كذلك نجحت المحافظة في إعادة عشائر العزة والحباب والمزاريع، وهناك أكيد بعد تدقيق أمني وقاعدة بيانات تم رجوع هذه العوائل إلى مناطقهم المحررة. بالتأكيد. وهناك يعني تنسيق مستمر من أجل عودة ما تبقى لدينا مناطق سيد غريب الآن في اللمسات الأخيرة إن شاء الله، من أجل عودة مناطق سيد غريب، كذلك مناطق إحباب تل الذهب أيضا لحد الآن لم تفتح، هناك تنسيق عليها. كذلك عندنا ما تبقى من عشيرة البحشمة هو مسألة المصالح ما بين فخذ البعزبة و شو كيف راح يرجعون أو نقدر نقول رجعوا أهل هذه المناطق إلى ديارهم؟ أكو وقت محدد خليته وكإدارة محافظة حتى ترجع هذه العوائل إلى محافظة؟ إحنا حاليا يعني حاليا نشرف على عودة منطقة الشهابي الذي يعني إداريا تابعة إلى قضاء الدجيل. طيب. وهذه المصالح العشائرية يعني كانت قبل حوالي أكثر من شهر ونصف إلى شهرين كانت برعاية الزعيم أبو مازن وحكومة المحافظة متمثلة بسيد المحافظ والوقف السني برئاسة الدكتور عبد اللطيف الهميم. طيب. والحشد الشعبي وقيادة العمليات، ونجحت المصالح العشائرية ما بين عشيرة البحشمة والفدعوس، والآن بدأت اليوم أول وجبة دخلت للنازحين، وهذه إن شاء الله سوف تقوم حكومة المحافظة والسيد المحافظ أوعز بتشكيل لجنة من أجل إعادة الخدمات كاملة إلى منطقة الشهابي، وأنا أعتقد إن شاء الله يوم قد تكون لنا زيارة أنا ومدير دائرة توزيع كهرباء صلاح الدين وكذلك الأخوة في دائرة ما صلاح الدين. وفرت لهم أمن، وفرت لهم خدمات صحية تربوية ما شابه ذلك، الأمور الإيجابية اللي يحتاجها اليوم المواطن حقيقة. أستاذ أحمد، إعادة الخدمات يعني ستكون بشكل تدريجي، لا يمكن إعادة الخدمات بشكل يعني دفعة واحدة. إحنا موضوع الكهرباء أنا يعني وأستاذ بدوي يعني مدير شركة توزيع كهرباء صلاح الدين تم الاتفاق على وضع خطة، والسيد المحافظ مشكور صادق عليها من أجل إعادة الكهرباء إلى تلك شو كنت راح تبلشون بها والله أستاذ يوم محمود؟ إن شاء الله يوم غد نذهب بزيارة يعني طيب. مشتركة أنا ومدير كهرباء صلاح الدين وحكومة الدجية من أجل البدء بإعادة التيار الكهربائي إلى منطقة هو المواطن. شو يحتاج أستاذ محمود غير الأمور الخدمية، الكهرباء والصحة والأمور البلدية والتربية؟ كل هذه الأمور بسيطة، وإن شاء الله تقدر حكومة محافظة صلاح الدين رغم ما أنا مثل ما قلت رغم قلة الإمكانيات والتخصيصات المالية، لكن اليوم قاعد تسعى جاهدة لتوفير هذه الخدمات لتلك المناطق. إيش وقت نقدر نقول محافظة صلاح الدين أصبحت خالية تماما من النازحين أو وجود النازحين فيها؟ أستاذ أحمد، خلنا نكون واقعيين وصريحين، موضوع إعادة النازحين يعني من المواضيع المتشعبة والمعقدة على اعتبار وجود أكثر من جهة عشائرية وأكثر من جهة أمنية وأكثر من جهة حكومية لها علاقة مباشرة بعودة نازحين محافظة صلاح الدين. طيب. الموضوع يتعلق بتحقيق مصالحة عشائرية على أرض الواقع. نجحت حكومة المحافظة بتحقيق مصالح عشائرية في جنوب المحافظة وفي شمال المحافظة. جيد. وعادوا معظم النازحين، لكن هناك مشاكل على سبيل المثال. شنو هذه المشاكل أستاذ؟ أستاذ خلي يكون صريحين. لا أنا صريح، هم يعرفون طيب. أهلنا وإحنا يعني تابعنا الموضوع من اليوم الأول. الموضوع يتعلق بتحقيق المصالح العشائرية، تعرف هناك عشائر نزحت وعشائر لم تنزح، والعشائر التي نزحت هناك بعض النفر الظالم من قبل عصابات داعش الإرهابية يعني هجم على العشائر التي لم تنزح وأدى إلى استشهاد عدد من الشهداء وجرح عدد من المواطنين، وهذا من أجل عودة النازحين وضمان أمنهم. نحتاج إلى مصالحة حقيقية نتصالح فيما بيننا من أجل عودة النازحين، يعني حاليا نحن مقبلين على مصالحة ما بين منطقة أو عشيرة القراقول مع طيب.
عشائر بني التميم من اجل عوده اهلنا ابناء عشيره القراغون. خلينا ننفذ مبدا عفى الله عما سلف وترجع الامور طبيعتها، وبنفس الوقت نحاسب المقصرين واللي تلطخت ايديهم بدماء الابرياء. استاذ محمود، وارجع الحياه الطبيعيه الى محافظه صلاح. احنا بالتاكيد لا يمكن لشخص عاقل واحد اثنين ترى ما يمثل عشيره بالتأكيد. استاذ محمود، من اللي انخرطوا في هذه التنظيمات الارهابيه، واحد اثنين 10 20 ما يمثلون عشائرنا الاصيله اليوم اللي وقفت ودافعت ضد الارهاب. استاذ احمد، بعد الذي صار في محافظه صلاح الدين لا اعتقد يوجد عاقل في محافظه صلاح الدين يقبل بعوده الزمر الإرهابية تحت أكيد. أي شكل من الأشكال سواء وجود فعلي وجود شكلي تعاون لا يمكن. عصابات داعش الإرهابية عاثت في الأرض الفساد، ومحافظة صلاح الدين الآن تدفع الثمن باهظ بسبب ما ارتكب عصابات داعش من جرائم بحق أبناء تلك المناطق وبحق المناطق المجاورة، وهذا انعكس سلبا على مناطق. من أجل إعادة اللحمة العشائرية وإعادة الاستقرار نحتاج إلى مصالحة حقيقية. أنا لا يمكن أن أعيد نازحين إلى منطقة معينة ما بها خدمات، ما بها خدمات وتوجد لديهم مشكلة مع طيب. منطقة ثانية بزين. أنا أحتاج إلى مصالحة حقيقية وتفاهم العشائر. شلون أقدر أحل هذا الموضوع؟ إحنا حللنا أستاذ أحمد، إحنا الآن نجحنا في أغلب المصالحات العشائرية ولم يبقى إلا القليل. أنا عندي الآن في جنوب المحافظة حسب الكيان يعني عندي مشكلة القراقول مع بني تميم والحكومة المحافظة الجادة في عودتهم طيب. عندي مشكلة سيد الغريب في اللمسات الأخيرة طيب. عندي إحباب تل الذهب، عندي فخذ من أفخاذ عشيرة بني تميم البحشبة وهم أبو عزبة. نقدر نقول مع نهاية هذه السنة سوف يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي؟ قبل نهاية هذه السنة. هذه بشرى خير للمواطن إن شاء الله. يتم إعادة النازحين ويتم إعادة الخدمات طيب. بشكل تدريجي ما دام حكومة المحافظة جادة ومثابرة في عودة النازحين ويوجد استقرار أمني واستقرار سياسي واستقرار حكومي إن شاء الله ينعكس إيجابا على عودة النازحين وتوفير الخدمات لهم. جيد، خلينا نبقى بإطار المصالحة العشائرية والمجتمعية اليوم حقيقة اللي قاعدة تعيشها محافظة صلاح الدين بجهود القائمين على إدارة هذه الحكومة. احنا اليوم تخلصنا من تنظيم داعش الإرهابي كشكل عسكري وبسرعة عسكرية، اليوم كيف نقدر نقضي على هذا الفكر فكريا وأسس مجتمع واعي ومثقف ويستطيع أن يقود المرحلة القادمة؟ شنو المواضيع اللي عملتم عليها من أجل تعزيز أواصر السلم المجتمعي وأركان السلم المجتمعي في محافظة صلاح الدين؟ احنا حكومة المحافظة لديها يعني زيارات متكررة إلى مختلف مناطق صلاح الدين، في الشمال في الجنوب في الوسط، ونحث دائما أهلنا في عموم محافظة صلاح الدين على التعاون والتنسيق مثل ما تفضل جنابك الكريم. المعركة مع داعش انتهت عسكريا نعم. لكن نحتاج إلى تعاون أمني وثيق ما بين المواطن ما بين المعلومة الاستخبارية نعم. وفي نفس الوقت نحتاج إلى زرع الثقة. أنت تعرف المواطن إذا ما يكون لديه ثقة مطلقة ويعني ثقة بالأجهزة الأمنية ما راح يقدر يتعامل. بس اليوم أكو اختلاف ما بين اليوم وقبل عام 2014، اليوم أكو ثقة متبادلة ما بين المواطن والأجهزة الأمنية، تفعيل دور الاستخبارية هذا يعود إلى عدة أسباب. أولا الأجهزة الأمنية نجحت نجاح منقطع النظير في زرع روح الثقة ما بينها وما بين المواطن. يعني أنا أضرب لك أمثلة على قيادة عمليات سامراء، كان دور بارز لقائد عمليات سامراء اللواء عماد الزهيري بالتواصل مع مختلف شيوخ العشائر والمواطنين، كذلك جهاز الأمن الوطني طيب. جهاز الاستخبارات، أخوتنا في الحشد الشعبي. المواطن تعرف يعني خارج محافظة صلاح الدين يشعر بالقلق عندما يعود، أخاف يعني ما يصير بينه يعني يخشى تكون لديه خشية من الوضع الأمني في داخل المناطق. لكن عندما يعود ويرى التعاون الأمني ويرى الأجهزة الأمنية يعني محتضنينهم ويرى الأجهزة الأمنية هم أخوتهم وأبنائهم أكيد يعني بدأ المواطن يعني يتفاعل مع الأجهزة الأمنية وهذا انعكس إيجابي. إحنا تعرف كانت عندنا بعض المشاكل الأمنية في يعني ناحية تثرب، صار أكثر من يمكن 5 إلى 6 خروقات أمنية في عشيرة المزاريع، والحمد لله الآن يعني الوضع يعني هذا وكان السؤال اللي يعني اللي كنت أريد أسأله لجنابك. هناك خروقات أمنية تحدث بين فترة وأخرى خصوصا في منطقة المزاريع، يعني من يتحمل وزر هذه الخروقات؟ وهل وضعتم خطط حقيقية ضمن دراسة وموضوعية حتى نحد من هذه الخروقات؟ وجنابك تعرف أستاذ محمود أنه هذه الخروقات تروح بها الكثير من الأبرياء، فشو نوع الخطة اللي وضعتوها على مود أقدر أحد من هذه الخروقات؟ أستاذ أحمد، أولا أنا بحكم عملي طبعا أكثر موضوع أذاني هو موضوع وش معنى هذه المنطقة دائما مستهدفة أستاذ محمود؟ هسه راح أجيك على الجواب. أنا موضوع المزارية أكثر موضوع أذاني بشكل شخصي نعم.
على اعتبار حدث أكثر من 5 خروقات أمنية، والخروقات الأمنية أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وضحيتها الأبرياء والقوات الأمنية. أكيد رائد عباس الله يرحمه وأخواتنا في الحاشدة أدى إلى استشهاد استشهاد يعني عدد كوكب من الشهداء وجرح عدد آخر. طبعا هذا الموضوع أذان وأذى حكومة المحافظة. نعم الخروقات الأمنية في تلك المناطق تعود إلى عدة أسباب، منها الطبيعة الجغرافية. الجميع يعلم يعني منطقة المزاريع محاذية إلى مناطق تل الذهب، وتل الذهب لا يوجد فيها في الوقت الحاضر. بس احنا عندنا قوات أمنية، عندنا أفراد من القوات الأمنية بشكل كبير وبنسبة كبيرة، أقدر أوزعهم في هذه المناطق واحد من هذه الخروقات. وأنت سيد العارفين استاذ. صحيح أنا أكملك هذا الموضوع منطلع عليه بكل تفاصيله. يعني الطبيعه الجغرافيه المعقده لذي تلك المنطقه، وجود الادغال والقصب والبردي، هذا كله ادى الى يعني عدم ضبط القاطع الامني. الموضوع الثاني قله الموارد البشريه المتوفره لدى قياده شرطه صلاح الدين، مطالب دوبي زياده هذه الاعداد، الاعداد الموجوده لدى الشرطه الاتحاديه. اللواء الماسك هناك لا يوجد لديه عدد كافي يستطيع يعني مسك كل القاطع بسبب قله الموجود. بعد الخروقات الامنيه صارت، و مشكورا السيد المحافظ دكتور عمار قام بثلاثة زيارات إلى القاطع، كذلك قائد الشرطة لواء قنديل أيضا زار القاطع. الآن المشكلة انتهت أستاذ أحمد، هذه المشكلة كانت موجودة قبل شهرين، الآن الحمد لله انتهت، وهذا يعود إلى عدة عوامل منها التعاون والتنسيق الكبير ما بين حكومة المحافظة وما بين قيادة عمليات سامر. يعني تم تعزيزكم بالعناصر الأمنية المطلوبة؟ أنا جايك يعني تم عقد أكثر مؤتمر أمني مشترك ما بين قيادة عمليات سامرة وقيادة الحشد الشعبي، تحديدا اللواء 41 مشكورا، والشرطة الاتحادية برئاسة العميد أمجد البهادي مشكورا. الآن وضعنا عدد من الأبراج، يعني عددها يتراوح أكثر من 10 أبراج للمنطقة. كذلك تم رفضهم بكاميرات حرارية. كذلك قائد العمليات مشكورا اللواء عماد الزهيري وجه سرية من الجيش اللواء المقاوير ماسكة إلى القاطع، والآن الوضع الأمني يعني استقر بشكل كامل والحمد لله. ومن خلال القناة صلاح الدين طبعا الفضائية أشكر القيادة الأمنية المتمثلة في قيادة عملية السامرة ومتمثلة باللواء الشرطة الاتحادية الخامس وأخوته في الحشد الشعبي اللواء 41 والشرطة المحلية. وأنا الآن الحمد لله يعني أكو تعاون اليوم بينكم كإدارة محلية كحكومة صلاح الدين مع القيادات الأمنية داخل هذه المحافظة بمختلف صنوف حقيقة. أستاذ أحمد التعاون موجود منذ اليوم الأول، منذ كان الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبور محافظ صلاح الدين الذي هو الراعي الأول لمشروع المصالح العشائرية وعودة النازحين، وإجا الدكتور عمار جبر السيد المحافظ الحالي مكمل المشروع الذي بدأ به الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري، ونجح دكتور عمار ونجح حكومة المحافظة. التنسيق موجود مع كل القيادة الأمنية سواء قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامرة، أخواتنا في الحشد الشعبي، بالشرطة المحلية، التنسيق مستمر. والدكتور عمار يعني مستمر بعقد اللقاءات سواء كانت في مكتب المحافظ أو في دار المحافظ، يعني العمل هذا ساهم اليوم أستاذ محمود بتعاونكم مع القوات الأمنية، تعاون المواطن مع القوات الأمنية والحكومة المحلية كلها عززت وساهمت في توفير أجواء الأمن واستقرار في محافظة صلاح الدين. راح نبقى إن شاء الله في الموضوع الأمني فيما يخص محافظة صلاح الدين، ولكن نذهب بفاصل ثم نعود من جديد. إذا أحبتي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لتكملة هذه الحلقة من برنامج نقطة على السطر، فابقوا معنا. أنا جاي أشوف أكو نهضة يعني هنا في محافظة صلاح الدين، يعني هذا فرد شيء ممتاز، يعني أكو قبول محافظة صلاح الدين بخصوص السكن. دليل آخر هو الأمن هنا والاستقرار والسلم المجتمعي. لدينا نقص كبير في الوحدات السكنية، والعمل يسير بصورة صحيحة وجيدة، وهذا المشروع إن شاء الله سيكون بوابة لمشاريع أخرى أكبر. الحقيقة هي رسالة لجميع الشركات بأن الأمن متوفر في صلاح الدين، وأن المحافظة قادرة على حماية المستثمرين. نطالب بأن تكون هنالك صلاحيات أكثر في رسم سياسة استثمار المحافظة، ولا أن تكون مقيدة بقرارات كيفية من الوزارات. حياة
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، والمحور الثاني من هذه الحلقة وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمود جاسم الحشماوي معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الإدارية. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ محمود. خلي نبقى بالملف الأمني، يعني أريد نعرف أيضا نوع التعاون ما بين القيادات الأمنية داخل ناحية يثرب ومنطقة المزاريع وعزيز بلد ومنطقة الحويجة، شو نوع التعاون ما بين هذه القيادات داخل هذه المناطق؟ والله التعاون إيجابي مزين. وتعاون يعني بشكل يعني جيد جدا. يعني أكو تنسيق بشكل مستمر، أكو اجتماعات دورية ما بين مختلف صنوف الأجهزة الأمنية، سواء أخواتنا في الشرطة الاتحادية أو في الحشد الشعبي اللواء 41 أو الشرطة المحلية أو الجهاز الأمني الوطني للاستخبارات. وقائد العمليات مشكورا يعني رعى أكثر من اجتماع أمني في مقر قيادة العمليات السامرة وكذلك في مقر لواء الشرطة الاتحادية. طبعا أكو تعاون مع المواطنين ومع الأجهزة الأمنية وأكو تواصل بشكل مستمر، وبدأ المواطن ينفتح على الأجهزة الأمنية وبدأت الأجهزة الأمنية تنفتح على المواطنين. مثل ما يعني ذكرنا في بداية الحلقة، الموضوع يحتاج إلى جهد أمني واستخباراتي أكثر من جهد عسكري. والحمد لله حاليا الوضع مستقر بشكل كامل وأكو تعاون بشكل ممتاز. راضين على الوضع الحالي أنتم كحكومة إدارية وحكومة محلية في الوضع العام داخل هذه النواحي والأغذية؟ الحمد لله الوضع جيد وإحنا راضين، بس جيد. إحنا في يعني في جنوب المحافظة ينقصنا فقط فوج طوارئ الذي هو كان المطلب الأساسي لناحية يثرب، والسيد المحافظ يعني مشكورا فاتحتم الجهات المحلية، فاتحنا الجهات المحلية وفاتحنا وزارة الداخلية ووزارة المالية، وبانتظار تشكيل فوج الطوارئ الذي سيساعد في مسك الملف الأمني في ناحية يثرب. جيد أستاذ محمود، خلينا ننتقل أيضا إلى الأمور الحيوية والإيجابية داخل محافظة صلاح الدين. مثل ما نعرف ويعرف مشاهدنا الكريم أن محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل رجل ميدان وله بصمات حقيقة إيجابية على صعيد محافظة صلاح الدين. نلاحظ اليوم تحسن واقع الخدمات، يعني واقع الكهرباء، الجوانب الصحية التربوية، وده يسعى اليوم إلى تحقيق طفرة عمرانية حقيقية على صعيد محافظة صلاح الدين، وأنت اليوم المعاون الإداري للمحافظ، حدثني أكثر عن هذا الموضوع. والله تعرف الدكتور عمار يعني كشخص ورجل مهندس يعني وكان رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، لديه خبرة يعني فنية على عموم صلاح الدين. صلاح الدين بداية السنة الأولى والسنة الثانية من بعد النزوح من بعد الاحتلال 2014 كان عودة النازحين وتوفير مستلزمات الضرورية المطلوبة. حاليا محافظة صلاح الدين بدأت يعني تخطى الخطوة الثانية وهي المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمستشفيات، ملاعب كرة القدم الرئيسية، الشوارع الرئيسية، إعادة بناء الجسور. فأنا على يقين أن السيد المحافظ الدكتور عمار جبر سوف ينجح بقيادة محافظة صلاح الدين والوصول بها. أكو دعم الدكتور عمار اليوم؟ أكيد نحن كنا داعمين للدكتور عمار وبشكل مطلق، ونحن الجميع يعني علينا مسؤوليات وعلينا واجبات من أجل إنجاح حكومة محافظة صلاح الدين. طيب أيضا اليوم حزب الجماهير الوطنية له مشروع حيوي وحقيقي أيضا على أرض محافظة صلاح الدين، بل تعدى حدود محافظة صلاح الدين ليشمل المحافظات الأخرى. فشنو اليوم مشروعكم المستقبلي خلال الأيام القادمة الذي سوف يقوم به حزب الجماهير الوطنية على صعيد المحافظة العراقية ليس فقط لمحافظة صلاح؟ الجميع يعلم أن حزب الجماهير الوطنية الذي يتزعم الزعيم الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري كان له الدور الكبير في تشكيل حكومة محافظة صلاح الدين. وكان أيضا له موطأ قدم في الحكومة الاتحادية وفي مجلس النواب. حزب الجماهير الوطنية من الأحزاب الرئيسية في محافظة صلاح الدين، وحزب يحظى بتأييد كبير في عموم محافظة صلاح الدين. أكيد. طبعا ويحظى في جميع المناطق يعني عابر للطائفية وعابر للقومية وعابر للفئوية وعابر للمناطق، وهذا ما يحتاج المواطن ونعتقد يعني فلسفة الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبور الأعتبار هو اليمين العام للحزب نجحت في يعني الاستحواذ أو السيطرة أو الدخول في قلوب المواطنين جميعا. وهذا النجاح في صلاح الدين انعكس إيجابا على محافظة نينوى وأيضا على محافظة كركوك. وإن شاء الله خافهم يعني شنو سر هالنجاح هذا أستاذ؟ النجاح الصدق في العمل، الثبات في المواقف، تحقيق
طموحات المواطنين. المواطن ماذا يريد من السياسي أو من المسؤول في الدولة؟ يريد تحقيق طموحاته المشروعة من خدمات، من تعيينات، من توفير يعني فرص عمل. فهذه نجح فيها حزب الجمهورية. هذه المشاريع المستقبلية أو يعني مشاريعكم السياسية خلال الفترة القادمة سوف تشمل فقط محافظة صلاح الدين أم سوف تتعدى حدود هذه المحافظة؟ لا بالتأكيد أستاذ أحمد، إحنا الآن أنا أريد أعرف نوع المشاريعكم اللي راح تنفذوها إن شاء الله خلال الفترة القادمة على صعيد حزب الجماهير الوطنية. أستاذ أحمد، إحنا كحزب جماهير وطنية حزب يعني ولد من رحم معاناة أهالي صلاح الدين. نعم. وكان للدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري دور كبير في يعني بروز الحزب ونضوجه يعني التساعة. حزب الجماهير حاليا نجح في محافظة صلاح الدين ونجح في نينوى. طيب. والآن لدينا عمل يعني مميز في كركوك وإن شاء الله في الفترة المقبلة في الأنبار وكذلك في ديالة أيضا في بغداد، وهذا حق مشروع كفل القانون والدستور. تتواجهون صعوبات في عملكم على صعيد هذه المحافظات اللي ذكرتها كمشروع حزب الجماهير الوطنية؟ بالتأكيد، يعني ظهور حزب بهذه الشعبية الكبيرة وبهذا التأييد المطلق من قبل الجماهير راح يغيظ بعض يعني العناوين السياسية. تعرف التنافس السياسي محتدم في المحافظات المحررة والغير محررة يعني بالتأكيد، وهذا يعني راح يزعج بعض القادة السياسيين على اعتبار هذا الحزب حزب محلي. هذا الحزب اللي خالي بس يوم انتم قاعد تعملون لخدمة المواطن وخدمة محافظة صلاح الدين وباقي المحافظات العراقية، مثل ما نعرف اليوم الكل قاعد تدعي بانه مصلحة العراق هو فوق مصلحة المواطن. صحيح. فليش دائما هذه التنافس وهالتسقيط وهالابواق اللي قاعد تنول او تنيل من 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 عزيمة الاحزاب اللي قاعد تعمل من اجل خدمة المواطن؟ طبعا كل هي الاحزاب محترمة وكل الاحزاب يعني مقدرة لدينا ولدي كل القيادات، ومن حق اي حزب سياسي يعني حصل على اجازة تأسيس يمارس دوره. طيب. سواء في المحافظة او خارج المحافظة. لكن استاذ احمد، لا اعتقد الجميع يعني تهم المصلحة العامة، ولا نعتقد الجميع يهم خدمة المواطن. والبعض انزعج من حزب ولد في داخل محافظة صلاح الدين وبدأ يتسع ويحظى بهذه المقبولية. وأنا يعني أنا انزعج لو أجي أدعمه اليوم، إذا أشوفه أنا دا يخدم المواطن أنا أجي أدعم هذا الحزب، وراح تسحب عنده مناصب سياسية ومناصب حكومية وراح تحارب ملفات الفساد. إذا هو يفضل المصالح الشخصية على المصالح العامة في هذا الجانب أستاذ محمود. أنا يعني على يقين المرحلة المقبلة سيكون لحزب الجماهير يعني وجود أكثر من وجود الحالي، وإن شاء الله في مجالس المحافظات القادمة تكون لنا بصمة في. هل هناك شخصيات جديدة سوف تدخل في 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 هذا الحزب لها تأثير كبير على مستوى المجتمع بشكل عام؟ هو من اليوم الأول وإلى الآن ويستمر بالمستقبل حزب الجماهير في تزايد وتزايد. طيب. في قيادات الميدانية على أرض الواقع الشعبية وقيادات السياسية، والسيد رئيس الحزب والأمين العام الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري منفت على كل القوى السياسية وعلى مختلف الشرائح، وكل ما ننجح في ملف كل ما راح يزيد لدينا العدد وتزيد لدينا. كلام جميل وبشرى خير إن شاء الله للمواطن العراقي. أستاذ محمود، مثل ما تعرف يعني الانتخابات المجالس المحلية على الأبواب. صحيح. وأكيد هناك بعض المشاكل تتواجهكم في تحديث سجلات الناخبين وخصوصا في موضوع النازحين، فشون راح تتعاملون مع هذا الموضوع؟ طبعا أستاذ أحمد، حتى يعني توفر خدمات إلى المواطنين يجب أن تكون سياسي ويجب أن تنجح في الحكومة. طيب. حتى تقدر تخدم أهلك. خدمة أهلك ونجاحك في العملية السياسية مقرون بوجود عملية انتخابية ناجحة، ونجاح العملية الانتخابية في الوقت الحاضر يتطلب وجود بطاقة ناخب معمول بها. في مناطق النزوح نواجه مشكلة حقيقية، يعني مشكلة كبيرة. واليوم أنا يعني كنت مع السيد المحافظ وأيضا اتصلت بالزعيم أبو مازن من أجل إيجاد حلول. جيد. مشكلة النازحين يعني بالتالي، النقطة الأولى تحديد سجل الناخبين إلى الآن الخاص بالنازحين ليس بالمستوى المطلوب. شنو السبب؟ لدينا نازحين في أربيل، في السليمانية. طيب. في كركوك، في دهوك، وأيضا في داخل المحافظة. طيب. النازحين المتواجدين في إقليم كردستان لا يوجد تعاون وتعاون حقيقي من قبل المفوضية العليا المستقلة مكاتب الموجودة في إقليم كردستان. يعني صوش من أستاذ محمد؟ من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. طيب. وإحنا فاتحناهم بأكثر من كتاب. أقصد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المكتب الوطني. طيب. مجلس المفوضين في هذه المحافظات اللي حددتها. لا أنا أربيل والسليمانية ودهوك. نعم. وما شابه ذلك. نعم. اللي موجودة بها النازحين. نعم نعم.
على اعتبار النازع موجود في تلك المناطق. طيب. وتعرف النازحين ويعني ولد يعني من قرى ومن نواحي واكثريتهم يعني ناس كسبوا لديهم اعمال اذا ما توجد يعني نيه حقيقيه وعمل جاد من قبل. شلون عالجتوا هالموضوع هذا؟ احنا من خلال عملنا ويعني كتب رسميه عملناها من حكومه المحافظه الى مكتب الى مجلس المفوضين وسعاده بي الدكتور ابو مازن قدرنا ان نبعث فرق جواله الى مخيمات النزوح. طيب. لكن الى الان نواجه مشكله يعني هسه الان المشكلة واجهة. على سبيل المثال التعليمات التي نزلت من المفوضية تنص على التالي. طيب. المواطن الذي حدث سجل الناخبين في إقليم كردستان واستلم بطاقة الناخب وحدثها باعتبار بعد ما يقدر يحدثها في محافظته حدثها باعتبار نازح. لا يمكن له التصويت في محافظة صلاح الدين في حالة العودة. أنا عندي مصالحة شهرية وعندي عودة نازحين مستمر يعني على سبيل المثال. طيب. أنا اليوم يعني ساكن في السليمانية أو في مخيمة سليمانية. نعم. وحصلت على بطاقة ناخب. طيب. إذا بعد شهرين رجعت إلى منطقة سكناي الأصلية إلى يثرب بس هو محسوب المنطقة اللي نزح منها التعليمات المفوضية شو تقول الحالية؟ كل نازح حدث يعني بطاقة الناخب في المخيمات وحصل عليه في داخل المخيمات بس هذه وحصل مشكلة بياناته لا يمكن الانتخاب. هذه مشكلة وراح يسبب لي عجز. هاي مشكلة. المشكلة الثانية في الانتخابات القادمة أستاذ محمود. أستاذ أحمد المشكلة الثانية عكسها. أي مواطن حصل على بطاقة ناخب وهو موجود بالإقليم. نعم. وحصل عليه من منطقة الأصلية يعني يعني إلى الآن نازح وحصل عليه من منطقة الأصلية لا يمكن له التصويت. طيب. إلا في حالة حصل بطاقته يعني شلون اقدر اليوم اهمش كل هذه الاعداد الكبيره واراء هذه المواطنين وعزيمتهم اليوم اللي يريد يشارك بصوره حقيقيه في الانتخابات القادمه؟ يعني من هسه انا دا اهمشهم ومدى انطيهم دور في الانتخابات القادمه؟ نعم يصير هذا الشيء. نعم استاذ انا مسؤول عن كلامي. في حاله عدم. طيب. معالجه المشاكل الموجوده حاليا والمتعلقه بتحديث سجل الناخبين للنازحين. نعم. وحسب طاقم لا يمكن لهؤلاء النازحين المشاركه. طيب. في الانتخابات القادمه كاداره محليه كحكومه محليه ايش راح تعملون من اجل حل هذه المشكله قبل يعني ان تجري انتخابات في موعدها المحدد؟ احنا عملنا واليوم اخر قلت لي اربيل وسليمانيه ودهوك وكركوك. نعم وكركوك. طيب احنا عملنا كتب واليوم اخر كتاب عدد رقم 6 يعني هذا سادس كتاب نبعثه الى مجلس المفوضين. نعم. وقع السيد المحافظ مشكورا طلبنا. نعم. بنقطه يعني عدد من النقاط. النقطه الاولى استجابه بالمقابل. النقطه الاولى الكتاب ذهب الى مجلس المفوضين ونبتذر الرد. طيب. طلبنا بتشكيل فرق لتحديد. نعم. تكون مشتركه ما بين مكتب مفوضيه صلاح الدين وما بين مكاتب سليمانيه واربيل ودهوك حتى يستطيع تعديل سجلات الناخبين. وكذلك توزيع بطاقات الناخبين على النازحين المتواجدين في المخيمات. وابقاء سجل الناخبين الموجود في المناطق الأصلية حتى المواطن إذا يرجع من النزوح له الحق الانتخاب. أما إذا تم حذفه من منطقة الأصلية في حالة رجوعه لا يمكن له الانتخاب في هذه المناطق. جيد. إحنا يعني همنا الأول والأخير هو المواطن أستاذ. بالتأكيد. وشفنا العزوف الكبير من المواطنين في انتخابات النيابية البرلمانية. فإحنا اليوم ما نريد نخسر كل هذه الأعداد بحجج لربما تكون واهية أو بسيطة وأقدر أني أحلها. خلي أنطي دور للمواطن يجي ينتخب وغير يعني الحال إلى الأفضل إن شاء الله. كحكومة محلية راضين على ما قدمتوه للنازحين طيلة هذه الفترة بصراحة أستاذ؟ والله أنا أتكلم عن صفتي الشخصية. إحنا كانت لك جولات ميدانية في هذه المخيمات حقيقة. عملنا ما في وسعنا وأكثر منطقات. لكن تسألني سؤال كشخص. نعم. بالتأكيد لا يمكن أن نرضى عن العمل الذي أديناه للنازحين. طيب. لأن يبقى المواطن يحتاج يعني تضافر جهود ويحتاج خدمة ويحتاج فرصة عمل ويحتاج الوقوف معه ويحتاج يعني دعمه ويحتاج يعني تعرف أستاذ أحمد يعني مشكلة النزوح وعودة النازحين يعني أعادتنا إلى 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 20 إلى 50 سنة إلى الوراء. وأكثر هذه لا يمكن بيوم أو ليلة إعادة الأمور إلى نصابها بشكل طبيعي. لكن بشكل كخطة عمل لا الأمور يعني تمشي بالاتجاه الصحيح والحمد. وهو المطلوب. وهو المطلوب أستاذ محمود. طيب يعني مشاريعكم المستقبلية اللي راح تنفذوها إن شاء الله على صعيد محافظة صلاح الدين بكافة أغذيتها ونواحيها مثل ما قلت الموازنة انقرت والأمن والأمان مستتب إن شاء الله في محافظة صلاح الدين. احنا استاذ احمد عندنا خطه اعاده بناء الجسور المهدمه الجسر الرئيسي الحديدي الذي يربط سريع سامره كذلك اعاده الجسور في قضاء
الشرقاط. من جسر الدلة وين وصل هذا الموضوع؟ العمل يعني سوف يستأنف فيه إن شاء الله خلال نعم. أيام قريبة. كذلك عندنا موضوع إعادة المستشفيات الرئيسية في محافظة صلاح الدين. طيب. إنشاء مستشفى العفو إنشاء ملعب تكريت الرئيسي. كذلك إعادة تعبيد الطرق الرئيسية في محافظة صلاح الدين وخصوصا في منطقة القادسية. وقاعد توصلنا مناشدات يا أستاذ محمود و يعني رسائل كثيرة ترد لقناة صلاح الدين الفضائية يطالبون بتصليح يعني الواقع واقع المجاري خلينا نقولها بالعامية داخل منطقة القادسية في محافظة صلاح الدين وتحديدا في يعني قضاء تكريم. صحيح. هو تعرف الحي القادسي هو من أكبر أحياء محافظة العفو مركز مدينة تكريت. طيب. وحي مهم وكبير جدا. نعم الطرق يعني غير جيدة، معظم الطرق موجودة في داخل القادسية. أستاذ أحمد، إحنا لا توجد سنة 2014 ولا 15 ولا 16، هاي السنوات لا توجد فيها موازنة. طيب. الموازنة 2019 كانت أول موازنة إلى حكومة محافظة صلاح الدين وتم يعني توزيع بشكل عادل على مختلف مناطق وقرى صلاح الدين. جيد. وإن شاء الله ماخذين بالحسبان إعادة الخدمات إلى منطقة القادسية وإلى كل مناطق تكريت، من الموضوع المجاري وتعبيد الطرق، كذلك إصلاح الشبكة الكهربائية وتوفير المياه الصالحة للشرب. طيب. يعني سؤال أخير ومهم حقيقة، موضوع الحرائق اللي قاعد تحصل اليوم في محاصيل الحنطة، ليش دائما هذا الاستهداف لاقتصاد العراق ومنها محافظة صلاح الدين؟ والغريب أنه العراق اليوم من قاعد يعلن أنه وصل لحد الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول أو هذه المادة الغذائية قاعد تستهدف فورا، فشنو هاللغز وشنو هالسر هذا يا أستاذ محمود؟ أعتقد السيد المحافظ طلع بمؤتمر صحفي قبل فترة ووضح نعم. الأسباب اللي كانت يعني وراء الحرائق الموجودة في صلاح الدين. طيب. وشخصنا أكثر من خل يعني أكثر من عامل. هل هي فعلا بفعل فاعل؟ والله البعض من عدم بفعل فاعل، البعض الآخر بدون فعل فاعل. تعرف طيب. عدة عوامل، وأكو منطقة عن منطقة تختلف. أكو منطقة يعني مؤمنة بشكل كامل، منطقة غير مؤمنة بشكل كامل. أكو أيادي البحر يعني في أكثر منطقة شفناكو يعني حتى يقال بعض التجار عندما خسروا يعني الاستيراد من خارج العراق بدأوا يعبثون في داخل موضوع المحاصيل الزراعية. كان لعصابات داعش الإرهابية حرائق كثيرة في مناطق يعني شمال المحافظة وتم يعني التصدي لهم من قبل الأهالي والعشائر. بس هو أولا وآخرا استهداف لاقتصاد العراق بالتأكيد. يعني بالتأكيد احنا شفناها بال يعني بغرق المليارات في نفوق الأسماك وما شابه ذلك، واليوم استهداف في محصول الحنطة. أحمد، احنا في صلاح الدين هذه السنة والحمد لله هي من أعلى النسب يعني في توفير محصول الحنطة والشعير، فهذا ما يروق إلى البعض. تعرف أكو أيادي خبيثة مخربة إرهابية تعمل على العبث بالأمن الاقتصادي والأمن الغذائي لمحافظة صلاح الدين، لكن الحمد لله استطاعت القوات الأمنية بالفترة الأخيرة من الحد من الحرائق المفتعلة. وإن شاء الله الوضع تحت السيطرة ولا يوجد يعني تهويل مثل ما معتاد. نعم كان في البداية أكو حرائق. طيب. مفتعلة في جنوب وشمال المحافظة، لكن بالوقت الحاضر الوضع تحت الفلاحين أو أصحاب المزارع اللي تضرروا وشو راح أقدر أعوضهم اليوم؟ أكيد كل محافظة راح تخلي أو خلت خطة ودراسة حقيقية حتى أقدر يعني أعوض أصحاب المزارع والفلاحين، فأكو خطة وضعتها محافظة صلاح الدين في صدد هذا الموضوع خصوصا التعويضات. دولة رئيس الوزراء وجه بتعويض كافة الفلاحين الذين خسروا الموسم الحصاد لهذا العام. وحكومة المحافظة برئاسة السيد المحافظ شكلت غرفة عمليات. طيب. من أجل الوقوف على المشاكل وعلى الملابسات الحرائق، وفي نفس الوقت تعويض الفلاحين الذين خسروا محصول هذا السنة. وسوف يتم تعويضهم بشكل شو وقت راح أقدر أعوض أو أبدي أشتغل على هذا الموضوع؟ حاليا يستطيع الفلاح يعني ترويج معاملته الخاصة بالحرائق يعني. طيب. ويوجد أيضا قسم التعويضات فعال برئاسة الأستاذ قاضي عامر رشيد والأخوة العميل معه، والعمل ناجح. لكن تعرف يعني حكومة صلاح الدين هي جزء من الحكومة الاتحادية في بغداد، وأكيد يعني إحنا بانتظار التعليمات والضوابط التي تأتي إلينا من الحكومة الاتحادية وكذلك المبالغ. إحنا يعني المبالغ تأتي من خلال الحكومة الاتحادية، وإحنا بدورنا كحكومة محلية يتم وضع لجان خاصة من أجل تعويض الفلاحين في عموم محافظة صلاح الدين. هو المواطن شيريد أستاذ محمود، الأمن والأمان وتوفير الخدمات هذه المتطلبات الرئيسية، ورغم قلة الإمكانيات اليوم قاعد تسعى محافظة صلاح الدين. وإحنا أيضا نطلب من المواطن، المواطن يريد من الحكومة المحلية والتعليم، لكن نطلب أيضا من المواطن التعاون
مع الأجهزة الأمنية من أجل حفظ الأمن في عموم محافظة صلاح الدين. جي. الصبر على الحكومة المحلية من أجل النجاح في برنامجها الحكومي ونجاح خططها الموضوعة. طيب. بعض المشاكل لا يمكن حلها على شكل دفعة واحدة. ماكو عصا سحرية اليوم تمتلكها سواء كانت الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية. سادة حديثة تعرف على الموضوع ما يتعلق بالحكومة المحلية فقط. هناك صلاحيات تابعة للحكومة الاتحادية لوزارة الاتحادية. سلسلة مراجع. مراجع. أنت اليوم عندك بعض الوزارات نقلت الصلاحيات، البعض الآخر ما نقل الصلاحيات، البعض الآخر متوقف على يعني موافقات خاصة من قبل دولة رئيس الوزراء، من قبل الوزارات المعنية، فيحتاج تصور على المواطن، والمواطن حقه على الحكومة المحلية وحقه على الحكومة الاتحادية. المواطن عانى ما عانى طيلة السنوات الماضية أستاذ محمود من التهجير والنزوح وما شابه ذلك، في اليوم حق المواطن من يتطلب أو يداعي بأبسط الحقوق اللي يعني يطلبها في الحياة، كهرباء وخدمات وصحة، وإن شاء الله يعني يكونون يعني يد عون ومساعدة بالنسبة للمواطن يعني العراق والمحافظات العراقية بشكل عام. أستاذ محمود كلمة أخيرة تحب تخص بها قناة صلاح الدين الفضائية ومتابعي هذه القناة. والله أنا أشكر قناة صلاح الدين الفضائية، حقيقة كانت لها دور كبير ومميز في مختلف الملفات الخاصة بمحافظة صلاح الدين، وكانت مواكبة للأحداث من خلال يعني فترة النزوح وفترة عودة النازحين وتحقيق المصالح العشائرية، ونتمنى لهم التقدم والازدهار في مجال عملهم، وإن شاء الله نحن أبوابنا أبواب حكومة محافظة صلاح الدين مفتوح لكل القنوات الفضائية سواء كانت قناة صلاح الدين أو القنوات الأخرى سواء الإذاعة التلفزيون، ونتمنى لكم التوفيق والسداد الشرف في عملكم. وأيضا نحن بدورنا كأعلام وكسلطة رابعة معكم يدا بيد من أجل أن نبني عراق جديد وأن نعمل على توفير جميع الخدمات إلى المواطنين في محافظة صلاح الدين والمحافظات العراقية. الأستاذ محمود جاسم الحشماوي معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الإدارية، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لهذه الصراحة. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في التقديم أحمد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.